لم يكفي الليبيون أنهم يقاسون منذ صيف 2014 من ويلات تجاذبات عصفت بالتوازن الهش في بلادهم بعد سقوط نظام القذافي، فقد تعقدت الأوضاع كثيرا بانهيار متواصل للدينار انعكس عنه ارتفاع للأسعار وتدهور للمقدرة الشرائية للمواطن الليبي البسيط. فيكفي أن تقوم بجولة في الأسواق هنا في العاصمة طرابلس لتشاهد الارتفاع الكبير الذي يشهده سوق المواد الغذائية، ارتفاع أرهق كاهل المواطن الليبي. بالنسبة للأسعار، الأسعار زايدة. بالنسبة للباك الحليب كان ناخذ فيه دينار ونص، ناخذ فيه ثلاثة وأربعة. بالنسبة للحليب، بالنسبة للأسعار، محلات الجملة اللي هنا كلهم أسعارهم زايدة. السكر، شوال السكر كنا ناخذ فيه 25 جنيه، بدأنا ب 50 و60 جنيه. أسعار المواد الغذائية تتضاعف ويتصاعد سعرها تدريجيا مع انعدام السيولة المالية في المصارف، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الحياة المعيشية في ليبيا. يدي بصراحة الأسعار بدت نار، الحق ما عادش تنقرب. الحاجة الدينار بدت بخمسة وحاجة الخمسة بدت بخمسين. بصراحة يعني كرب أسرة يعني الأسعار مبالغ فيها جدا، خصوصا في ظل الظروف الحالية ونقص السيولة. تمشي المصارف ما فيش سيولة والأسعار شبه زايدة بشكل كبير. يعني المواطن يحمل التجار مسؤولية هذا الغلاء، والبائعون في أسواق الجملة يحملونه إلى التجار الكبار صاحبي الاعتمادات الذين يتحكمون في السوق إما بالارتفاع أو الانخفاض. لما تسألني تقولي هي قداش ليش واخدها؟ أنا واخدها مكلفتني من قبل ب 12 جنيه 13 دينار وتو ب 21 دينار. كيف ندير مع المواطن؟ ويجي يقول لك ايه دولار وكيف؟ والناس اللي عندها المحلات الجملة الكبيرة والمصانع والروس الكبيرة حتى هم ما شاء الله مش مقصرين. يقول لك اه والله ما شاء الله غالية الأسعار، غالية الأسعار ايه وكيف الدولار؟ لكن الناس الثانية ما شاء الله تجار الحرب خليهم بروحهم. يبقى الحال كما هو عليه. كل يوم تزداد الأمور مأساوية وتتفاقم المشاكل التي جعلت من شعب بلد ينام على بحيرات من النفط يجتاحه الفقر والغلاء ويمر بظروف صعبة للغاية.